صراحة كان بارد شوية، بارد صراحة ما عرفتي منه مسيحة شوية. السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور. نادية صباح لاباس بخير، انتما كنتكم بخير ولا خير؟ اليوم ماشيين للبحر، من البحر وشنو؟ خليها مفاجأة، المهم ماشيين للبحر وصافي. كنت صراحة البحر قد مشى يكون واعر اليوم، اليوم نمشيو الحرارة. قوم معنا بس نشوفو. هيا الأستاذة عائشة. صباح الخير عليكم المشاهدين، صباح الخير بخير. الخمس في مريالي يلا وقعنا حرارة تبارك الله يبارك لنا باقي في الحومة عاد ماشي نشبرو هي والله شبرو شوف شنا شبرو واش الترامبية واش النقل المزاحم ولا شنو ما عرفوش الصداع هذا الطريق ما عرفوش كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش ايوا حنا ماشي تبارك الله هاد النهار مشى مش احنا يا متتبعين بعد ما شفنا شكون غيدينا البحر ايوا احنا وصلنا للمنار دابا شو تبارك الله طروسبور عامر بالناس وخا الصباح وخا خرجنا زعما قلنا نشوف الصباح بكري ولكن وخا هيداك الناس يعني تبارك الله صافحين ماشيين على الصباح ايوا حتى عاوتاني في العشيه خصك الا مثلا تمشي في الترامبية ولا في التاكسي خصك تمشي بكري احنا وصلنا قصر الصغير دابا احنا مشينا زعما مشينا مع العشرة الصباح قلنا باقي بكري ساعة الناس تبارك الله كلشي خارج كلشي ماشي قصر الصغير دابا الدنيا باقا ما عمراشي اللي غيمشي صراحة في الترامبية ولا في تروسبور ولا في التاكسي خصو يمشي بكري ويجي بكري لما يعني كيشدو في حدهم التسعود يعني خصك الاربعة ولا الخمسة تخرج من البحر ايوا المتتبع اللي ما عنده شي طوموبيل ديالو خصو يعمل احتياط ديالو شي في الصباح بكري ويرجع وبعد ما وصلنا قصر الصغير احنا باقي مكملين الداليا ان شاء الله يا ربي غادي نمشيو للداليا داليا البحر ديالها كيعجبني انا مزيون البحر ديالها نقي والرملة ديالها تا هي خا يعني كيكون بارد شوية احنا وصلنا لميناء طنجة متوسط ايوا احنا ماشيين معكم يا متتبعين كاينه واحد الحومه هنايا مزيونه الصراحه حد شعر كيقولوا الحومه مزيون جنب في الجج على المرسى مرسى كبيره تبارك الله ومشين باقي نمشين بالصح بكري باقي الدنيا خاويه تبارك الله ملي كتكون شي كورونا ملي كانت قبل ما تكون كورونا كنا كنمشيو للداليا كنجبرو الطريق مبلوكيه كنبقاو ساعه جوج ساعات ما كانا وحنا ماشي هادشي على لو تورت لان قبل من كورونا كانت صراحه الناس كانوا كيدخلوا بزاف معنا برا عاوتاني هنايا كيجيو من الرباط وكازا كيعاودو يبحرو اما دابا شويه وصافي شويه كتدخلش الجالية بزاف تبارك الله كتكون شهر سبعة وشهر تمنية مبلوكية مبلوكية الناس اللي داخل واللي ماشي فحال احنا وصلنا للداليا ما باقي والو قوالو تبارك الله كاين الترامبية كدين الداليا والترامبية كدين قصر الصغير وتروسبور تاكسي يعني كاينه مواصلات اي شنو الترامبيه كتنزل بعيده كتنزل هنايا الترامبيه خصك تطلع هاد العقبه كامله تطلع على رجلك وعاد تهبط ديك الهبطه ديال التشالي كتجي صعيبه صراحه اللي عنده العواول والتقال
عديم باراسول وشلي، او لا مثلا تدي الغداء يعني دي ماكله وعاد الهبطه كامله تهبط على رجلك شي على حسب الترامبيا. يعني الا مشيتي في الترامبيا ما الا مشيتي في الطوموبيل ديالك توصل فين تشالي شو شو الدليا تبارك الله عمرها تشي. قلنا مشينا بكري قلنا نجيبو الدليا بقى خاويه سامي وصلنا تما الصراحه تشلطي انا جبرت عمرها قلت شنو هادشي هذا شو قلنا حنايا حنا غنجيو للوالا ايوا تبارك الله مع الحراره كان الحراره كان هي الصك ديالك وزيدنا البحر عاد الترامبيه دابا مي وصل ما بقاتش كتوصل الداليه الداليه كتعمر شحال هادي الداليه ما كانتش كتعمر فحال هيدا قبل ما يعملوا لها الترامبيه ما كانتش كتعمر فحال هيدا. اما دابا تروسبور الترامبيه كلشي كيوصل شو هذا كاين باركي ولكن باقي باركي خاوي شويه حق عيب لا تجبر ما تجبر في تباركي هنايا مره ايوا تبارك الله الناس كتخرج عاد مشينا بالحد كل شيء كيكون جالس Thank you.
بارد شويه ياك؟ بارد صراحه الماء عم تجي بزاف. مسيحه شويه مش فعالي. انا عوم بارد بزاف صراحه. انا عوم انا ولادي عوم. شو الدنيا شوشو الدنيا عامره يا وخا بارد مسكين كيعوموا فيه ولا نجهول بحر هاد النواحي هادو دائما كيكونوا باردين. ها ناديه ناديه هي اللي تحمرت شبرت اللون مزيان دابا ماشي نتغداو ناديه. ايوا انتم المشاهدين شاركنا معكم النهار ديالنا مشينا البحر وبحرنا وتخفخنا وعينا. ايوا شاقد النهار كان بجد مزيان داكشي واعر صراحه. تغدينا ودابا تغدينا وترخينا شبرنا الطريق وماشي بحالنا والله العظيم. ها عائشة مرا بعيدة أخرى أسبح أما إسبانية ديالي مرة شبرت الوين مزيان والله إلا تحرقت ماشي شبرت الوين. تبارك الله النهار ماشي اليوم الحارة تبارك الله اليوم. إيوا الحمد لله الساعة ديالا زعما صراحة اللي ما عندوش طونوبير صعيب الامور. الناس معرقين في الطريق مواصلات وعدي. احنا خرجنا بكري دابا ان شاء الله شي 3:30 ولا 4 طايل. اما الناس هنايا والله العظيم الى تبارك الله مواصلات شحال ما كانت ما كتكفاش.